عندنا واحدة مغنية أمريكية 100% من ولاية كاليفورنيا، وهي غادي كانت تغني باللغة الأمازيغية، هذا شيء واعر بزاف. ومن بعد عندنا فرقة موسيقية فري جروف من الجيش الأمريكي، هيت دابا هاد وقت ديال الأصل الأفريقي، هون في العقدير، وإن شاء الله استمتعوا بالحفلة، شكرا. شكرا لك شكرا جيرون شرمان، نعطيك راس السفاره الامريكيه اللي تاهو يقدم لنا واحد المفاجاه في هذه الليله. غنطلبكم انكم تبقاو معنا من لسان الموسيقى، غنقدم لكم واحد المفاجاه زوينه للقاطنه ديال اكادير والناس ديال اكادير وحتى هذا المنظر الجميل. غنقدم لكم دابا واحد المغنيه اللي كانت شاركت في واحد برنامج الوزاره الخارجيه الامريكيه، برنامج دراسي، تعرفت فيه على اللغه الامازيغيه، عشقات اللغه الامازيغيه، درستها عن بعد، ومن بعد جات المنطقه ديال سوس وزات فيها ستة اشهر باش تدرس الثقافه الامازيغيه والموسيقى الامازيغيه. كونت فرقة موسيقية أمازيغية، تعلمت لعب الرباب، كتكتب وكتغني وكتلحن بالأمازيغية. كيتي هيف والجروب ديالها تيفاوت.